أحمد، لطالما كانت قوات الاحتلال يعني تعتمد بشكل أساسي على عامل الوقت لتهجير أي منطقة للفلسطينيين، وبالتالي هل الآن نستطيع القول بأن هذه الاستراتيجية ما زالت فعالة لقوات الاحتلال أمام الخان الأحمر؟ يعني بلا شك الاحتلال الإسرائيلي يحاول بين الفترة والأخرى أن يقوم باستفزاز أهالي الخان الأحمر واستفزاز النشطاء والعمل على أيضا إنهاك أولئك في صمودهم. نحن نتحدث عن أكثر من 90 يوما من الاعتصام هنا في خيمة الاعتصام في الخان الأحمر. صباح هذا اليوم اقتحمت الإدارة المدنية وهي ممثلة طبعا بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بتوزيع مثل هذه الأوراق على الأهالي، والتي تقول بأنه بموجب قرار محكمة العليا الإسرائيلية فإنه سوف يتم هدم كل المباني التي تم بنائها في منطقة الخان الأحمر بشكل ذاتي، يمكن لكم أنتم كأهالي أن تقومون بهدمها. إذا أردتم أي مساعدة يمكن أيضا لجيش الاحتلال أن يساعدكم بنقل أغراضكم ومحتاجاتكم، ويمكن لكم الاتصال على رقم هاتفي حتى تم وضعه. هذا جزء لا يتجزأ من عملية الاستفزاز التي يقوم بها جيش الاحتلال. معنا حسين أبو دهوك أحد أهالي الخان الأحمر. أستاذ حسين، اليوم لما جاء الضابط الارتباط في جيش الاحتلال وسلمكم هذه الورقة، كيف تلقيتم ذلك؟ احنا تلقينا ذلك من ضمن سياسه الاحتلال الاسرائيلي، ليس سياسه الارهاب وسياسه المعركه اللي بيخوضوها ضدنا منذ اكثر من عشرات السنين، وفي الفتره الاخيره كما ذكرت من 3 اشهر ونحن في حاله حرب شبه يومي متواصل مع هذه القوات، وهذه من ضمن عمليات اللي هي الاستفزاز. وحتى انا يعني بنظر انه هذه عمليه حتى الاسرائيليين ينشروا في وعمليه كعمليه تجميل للوجه القبيح الاسرائيلي، انه هو بطريقه حضاريه يطلب من مواطن، وهذه قمة الوقاعة أن يطلب مواطن فلسطيني أن يهدم بيته بيده على أرضه حتى يجد مكانه مستوطن. هذه قمة الوقاعة أن تطلب من المواطن، إذا فليأتوا هم ويهدموا بأيديهم، يشاهد العالم هذه الجريمة، جريمة الحرب التي ستقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي حسب بلاغهم بعد أسبوع. كما قلت بعد أسبوع سوف يعني تتم عملية الهدم. خلال هذا الأسبوع، أي أنهم على الأقل يمكن أن يحترموا كلمتهم ولا يقوموا باقتحام الخان خلال هذا الأسبوع، ماذا يمكن لكم أن تفعلوا؟ هل نتوقع إجراءات من قبلكم؟ الإجراءات اللي من قبلنا هي الثبات على هذه الأرض، هي الصمود على هذه الأرض، هي البقاء على هذه الأرض. هذه الإجراءات التي من قبلنا، ولن نغادر الأرض حتى لو هدموا كل الخيام هذه الموجودة وكل هذه القرية الموجودة، لأن يكون هناك أكثر من صمود وتحدي. نعم هم يملكون القوة، يملكون المادة، يملكون كل شيء، ولكن نحن نملك الإرادة. سنبقى هذه الأرض ولن نغادر هذه الأرض، وهذا لن يخيفنا. هذا التعميم أو هذا الكتاب الذي هم اليوم وزعوه، ونحن وحتى أنت كما ذكرت أنه ممكن الإسرائيليين يحترموا كلمتهم، أنا أقول الإسرائيلي لا يحترم كلمته، ونتوقع بين اللحظة والأخرى أن يكون هناك هجوم قبل 27 على هذا التجمع. واضح أنه لا ثقة في هذا الاحتلال كما تقول أستاذ حسين أبو دهوك. شكرا جزيلا لك. هذه هي الرسالة الواضحة من قبل جيش الاحتلال لأهالي الخان الأحمر، اهدموا بيوتكم بأيديكم، وإن أردتم مساعدة فنحن مستعدون، ولكن رسالة أهالي الخان الأحمر لن نغادر من هنا وسوف نبقى هنا، وحتى لو تم اقتلاع الخان الأحمر فسوف نعود في اليوم التالي ونعيد عملية البناء لهذا المكان، لما يحمل من أهمية استراتيجية، ولكن أيضا لأنه الموطن الذي يعيش فيه أهالي الجهلين وعدد كبير من التجمعات البدوية في هذه المنطقة. إذا كانت هذه الصورة مع مراسلنا أحمد البديري من الخان الأحمر، شكرا جزيلا لك أحمد مراسلنا.